السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج یوم عاشورہ ہے اور دعائے یوم عاشورہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ خود حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اس کا حوالہ کیا ہے، تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، مجموعہ وظائف کے اندر یہ بہت ہی مجرب دعا بتائی گئی ہے اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس کو یوم عاشورہ کے دن صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان پڑھ لے یا سن لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اگلے سال تک موت سے محفوظ فرمائے گا۔ مطلب اللہ ہی فرمائے گا، کوئی اعتراض نہ کرے کہ یار موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہی اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں اگر اس کو موت آنی ہی ہوگی تو عجیب اتفاق ہوگا کہ اس کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور وہ شخص اس کو نہیں پڑھ پائے گا۔ تو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو آگے سب کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بھائی ابھی مغرب سے پہلے پہلے اس دعا کو سن لیں، اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس کو پڑھ لیں، آپ کو یہ پاکستانی پنجسورے کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ دعا آپ کو مل جائے گی۔ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ میں اس کو سماعت فرمائیں۔ پہلی جو دعا پڑھیں گے وہ جو پڑھی جائے گی ایک مرتبہ، اور اس کے بعد جو دوسری دعا پڑھی جائے گی وہ سات مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اچھے سے یاد رکھ لیں، جب میں اشارہ کروں تو سمجھ جانا کہ اب یہاں سے دوسری دعا سات بار پڑھی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قابلہ توبت آدم یوم عاشورہ، یا فارجہ کرب ذنون یوم عاشورہ، یا جامعہ شمل یعقوبہ یوم عاشورہ، یا سامعہ دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوت صالح فی النقط یوم عاشورہ، یا ناصرہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نحن فيه۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزاء وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها۔ نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزاء وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها۔ نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزاء وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها۔ نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرزاء وزنة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها۔ نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين،
وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والبتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.